الدولة الوطنية. هذا هو اللي هي المدخل التي سأقدمها لكم إن شاء الله حاليا. ما ننساش أن الكتب التي ألفت على تيارت خاصة في اللغة العربية هي قليلة، التي ألفت على تيارت في اللغة العربية قليلة، فنجد أن ابن الصغير هو الأول مؤلف وأول مؤرخ سبق ابن خلدون، سبق ابن خلدون لأنه هو كتب كتابه سموه الأئمة، وهذا الكتاب انهاه سنة 209 للهجرة، يعني تقريبا حوالي 900 للميلاد، هذا بالتقريب هكذا يعني 209 للهجرة. وثم بقات مرحلة كاملة لم يؤلف أي كتاب إلى غاية القرن الحادي عشر، جاء شخص آخر يسمى أبو الحسن علي ابن الربيل، وهو الذي ألف كتابه وسماه قبائل تهرت، أي تحدث فيه عن السكان الذين سكنوا قديما والذين جاءوا حديثا، وجمع بينهما في كتابه. وهذا الكتاب مع الأسف لم يطبع ولا زال مخطوطا إلى حد الآن في المكتبة الوطنية بتونس. هذا الكتاب أتمنى أن نتكلم على هذا، أن يسمعني مع خاصة الشباب المثقف، الشباب المتعلم، الشباب الباحث، حتى يمكن أن يخرجوا هذا الكتاب إلى الوجود. يعني لابد لنا من أن نقول لكم أخرجوا هذا الكتاب إلى الوجود، وهو مهم جدا في التاريخ البشري بالنسبة للمنطقة تاع التيار، المنطقة تاع التيار طبعا توصلوا إلى غاية ما من ورسنش إلى غاية المعسكر، فهو كتاب مهم وألفه هذا الكاتب يعني مهم أيضا. أقول إذن أن التاهر طبعا تعود إلى 8000 سنة قبل الميلاد، وما زال عندنا إلى حد الآن كثير من الأماكن الحضرية أو الآثار الحضرية، وهي متعددة ومتنوعة، يعني أن هذه الحضارة متعددة ومتنوعة. نجد أيضا منها ما هو ما قبل التاريخ كما الخنشورة أو القيشورة، وهي تشبه الإخوان اللي زاروا الصيف، تشبه جميلة أو تمجاد في باتنا، يعني متشابهين في هذا الشباب في هذا المنبر. ولكن الشيء اللي نأسف عليه هو أن لم تحظى بالحفريات كما حظت مثلا جميلة في صيف، ما لا يعني ما عندهاش الحظ، هذه تخنشورة ما عندهاش الحظ، فهي تحتوي أكثر من 20 هكتار. تنقسم هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام، القسم السكاني، القسم السكاني وهو قسم كبير جدا، ثم آخر قسم آخر وهو القسم الإداري، يعني في هذه المدينة القنشورة وهو القسم الإداري، ثم أيضا يأتي بعد ذلك وهو القسم ما نسميه احنا بالمقبرة أو بالمدافن، المدافن في ذلك الوقت، وفيها طبعا ما يسمى بالصوامع، هما يعني قديم كانوا يسمون بالصوامع والزواقير أيضا كما هو موجود. وهذه طبعا القبر يخرج ويطلع يعني على تقريبا على هذا الشكل. فإذا هذه الأول. الثاني هو الإصدار، الإصدار في المنطقة، وهي قبور للسكان المحليين، وبنوها من حوالي ما بين القرن الثالث الميلادي، يعني القرن الثالث الميلادي إلى غاية القرن السابع، يعني عند دخول الإسلام، عند ما جاء الفتح الإسلامي، الفتح الإسلامي جاء سنة 682 التي هي المنطقة تاعنا. هذه القبور أيضا فيها 13 مع الأسف أننا ما عندناش نشرح لكم ونور لكم بالصور، يعني هذا موجود هنا في الصور، هذا أنا أقدر أخذه. هذه هي بعض المعالم التاريخية أو المعالم الأثرية الموجودة في تاهرت، وهي كثيرة تصل إلى تقريبا 400 موقع، يعني بين كبير وصغير في منطقة تيارت، في منطقة تيارت. هناك أيضا المرحلة الأولى التي هي المرحلة الإسلامية، وهذه المرحلة الإسلامية ما نسمي نطلق عليها تيارت في ظل الإسلام تاريخ وحضارة. إذن الله أنعم على هذه المنطقة، منطقة تيارت، بالإسلام ورضيه لها دينا،
فجاءها صحابي جليل يحمل هذه الرسالة العظيمة، يعني سيدنا عقبة رضي الله تعالى عنه، فجاء يحمل هذه الرسالة العظيمة وتلقاها الشعب بالفرح والسرور، وانتشر. يعني هذه كانت حوالي 62 للهجرة. في سنين الهجرة كانت الدولة الأموية لا تزال قائمة، يعني في سنين الهجرة كانت الدولة الأموية، وكان الخليفة الثاني الأموي، الخليفة الثاني الأموي هو يزيد بن معاوية. فهذا يزيد بن معاوية هو الذي أعطى أوامره لفتح الانتهاء من فتح المغرب العربي، وكان هذا الفتح أو ربما إيصال الرسالة الإسلامية كما أفضل أن أسميها أنا، وهو نشر الرسالة الإسلامية 682. وكان في تيارة في ذلك العهد، كان في تاهرة في ذلك العهد سكن عسكرية بيزنطية، لأن كان عسكرية تنتمي إلى الروان، وهذه السكنة كانت محصنة، ووقع فيها قتال عنيف، ولكن فتح الله على سيدنا عقبة وجماعته على بالفتح، وطرد البيزنطيون الرومان من منطقتنا، وجاء الإسلام برسالته السمحة العظيمة.